السلام عليكم، ازيكم؟ نكمل اخر حاجة كنا وقفنا عندها، كانت الـ full text queries. قلنا ان الـ user مش هيدخلي boolean query زي bill or rights، لكن هو هيدخلي bill rights او bill of rights. طب ازاي اتعامل مع الـ full text queries دي؟ قلنا في حاجة اسمها الـ term waiting. الـ term waiting هو ان انا بدي wait لكل term وعلى اساسه بحدد الـ relevant document، يعني كل term بديله wait وعلى اساس الـ waits دي بحدد الـ relevant document بتاعتي. طيب نفتكر كان في حاجة اسمها ال incident matrix matrices، هي ان ال document عبارة عن binary vector ان هي zeros ones، يعني لو one ان الكلمة ال term ده يبقى موجود في ال document و zero ان ال term ده مش موجود في ال document. ال query كمان عبارة عن vector، ال score هو ال ايه ال intersection ما بينهم. بعد كده وصلنا لحاجة اسمها ال term document count matrices. يعني ايه ال term document؟ هو a number of occurrences of a term in a document، عدد رقم، يعني عدد تكرار ال term في ال document. كام مرة ال term اتكرر جوه ال document؟ يعني Anthony اتكرر 157 مرة في document Anthony and Cleopatra، Brutus اتكرر 4 مرات في document Anthony and Cleopatra. فاحنا كده وصلنا لحاجة اسمها ال bag of words model. ايه ال bag of words model ده؟ ان هو مش بي consider ال order بتاع الكلمات في ال document، يعني مش بيحط اعتبار لترتيب الكلمات في ال document. لو document فيها John is quicker than Mary هتبقى indistinguishable، يعني مش مميزة عن document تانية موجود فيها Mary is quicker than John. فهو يعني بياخد في اعتباره ال frequency، بياخد في اعتباره ان ال document متكرر كتير. فلو هو فكرته يعني هو لو خد ال frequency يبقى هيطلع لي relevant documents based على ال frequency، تكرار ال term جوه ال document. لكن ده طبعا ما بيدنيش precession، يعني هو هيطلع لي documents فيها الكلام ده لكن مش هيديني precession. انا عايز John is quicker than Mary، مش Mary is quicker than John. ايه ال term frequency؟ ال term frequency هو ال symbol بتاعه TF، او ده يعني ده الاوضح TF of TD. يعني ايه TD دي؟ اللي هو ايه ال term term frequency بتاع term T in document D، يعني عدد تكرار ال term T في ال document D. طيب هل التكرار ده بيفرق في السكور؟ هو بيقول ان انا لو عندي document فيها 10 occurrence من ال term والدوكيمنت فيها 1 اوكيرنس من نفس الترم اللي فيها 10 اوكيرنس هي more relevant، لكن مش 10 times more relevant. يعني لو عندي ترم زي كلمة زي cat، cat دي موجودة في document X 10 مرات وموجودة في document Y مرة واحدة بس، document X هتبقى relevant than document Y، بس مش يعني مش 10 أضعاف ال relevancy. يعني ليه؟ لأن ال relevance مش بتزيد مع زيادة ال term frequency، يعني relevance does not increase proportionally with term frequency. مش علشان ال term frequency زاد يبقى ال relevance تزيد، لأن احنا لسه قايلين ان ايه ال precession بتفرق. طيب ال score computation لحد دلوقتي احنا بنقيس ال score based على ال term frequency، فال score بتاعي هيبقى summation of the term frequencies دي. يعني هشوف ال frequency بتاع كل term في ال document واعمل summation عليهم بالنسبة لإيه لل terms اللي في ال query. ده مش الرول الأخير ماشي، بس احنا لغاية دلوقتي بنحسب ال score based على ال term frequency. لو ال result بتاعتي طلعت لي بزيرو، لو ال score زيرو يبقى ال query terms دي مش موجودة في ال document اللي أنا بحسب عليه. طيب السكور ده كان بي زون كومبايند، يعني ممكن برضه استخدم فيه فكرة الزونز. still doesn't consider term scarcity in collection. يعني ايه الكلام ده؟